الآن كلمة رابطة علماء المغرب العربي المسجلة للشيخ حسن الكتاني. وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن العلماء كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له حتى الحيتان تحت الماء، والله سبحانه وتعالى رب. فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال عز من قائل سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال عز وجل: يرفع الله. وقال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وها هو قد مر قرابة الشهر على اختطاف أخينا العالم الفاضل الداعي الدكتور الشيخ نادر السنوسي العمراني حفظه الله من كل شر، قرابة شهر ولم يوجد له أثر ولم يعلم أين هو. فيا إخواننا في ليبيا العز، ليبيا الثورة، ليبيا الكرامة، ها هو قد جاءكم الامتحان أن يختطف عالم من بين أظهركم ثم لا يوجد له أثر من قبل عصابات إجرامية لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة. الله الله يا إخواني، في البحث وفكاك أسر هذا العالم، قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فك العاني. وهذا الشيخ الفاضل نشهد أننا ما علمنا عليه إلا الخير، علمناه مسارعا للخير، داعية إلى الله سبحانه وتعالى، ناشرا للعلم الذي علمه الله عز وجل إياه، علمناه فصيحا فاضلا عالما وقورا في المؤتمرات في الاجتماعات وفي سائر المنتديات. فأيها الثوار الكرام، هذا وقتكم لتجدوا السير، تغذوا السير وتجدوا وتجتهدوا حتى تجدوا هذا الرجل الفاضل العالم، وتفكوا أسره من أيدي هؤلاء المجرمين الذين اختطفوه من بين أهله وأحبابه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل له بالفرج وأن يسمعنا عنه خيرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.